بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في المحاضرة دي هناخد فكرة مبسطة عن كتاب، الكتاب ده عنوانه The Geology of Egypt، كان صدر السنة دي عن واحدة من كبريات دور النشر على مستوى العالم اللي هي سبرينجر. في البداية أنا بحب أتوجه بالشكر لمشاركتي في الملتقى العلمي ده. بشكر جامعة مطروح على الاستضافة الكريمة. أبدأ الشكر بمعالي الأستاذ الدكتور مصطفى يوسف النجار رئيس الجامعة. الحقيقة أنا كنت من حوالي سنة برضو في جامعة مطروح، كنت سعيد جدا بالدعوة من طلاب الـ AABG ومن الزميلة الفاضلة الدكتورة ولاء. فأنا هنا بتوجه بالشكر لمعالي رئيس الجامعة ومعالي الصديق العزيز الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح عبيد، للزميلات الفضليات الدكتورة ولاء والدكتورة سعيدة والدكتورة إيناس، وقبل ده كله برضو طلاب الـ AABG على تنظيم الفعاليات العلمية المهمة. يمكن هنا شايفين بعض الصور اللي تمت في الملتقى العلمي الأول في اليوم ده. أتذكر إن احنا ادينا كذا محاضرة، بدأنا من الصبح تقريبا من الساعة 8 وقعدنا لحوالي الساعة 5، فكان في نقاش علمي مثمر. والحقيقة يعني ده مش غريب على طلاب جامعة مرسى مطروح، واللي احنا بنشوفهم في كتير من الفعاليات. يعني انا شفتهم في مؤتمر شباب الباحثين في جامعة سوهاج، شفتهم في ورشة العمل الأولى لتدريب شباب الباحثين في البحر الأحمر، وشاركوا برضو في ورشة العمل الثانية. فده الحقيقة بيدل على نشاط علمي، يا ريت يكون النشاط ده موجود في كل الأقسام العلمية في الجامعات، لأن التفاعلات العلمية دي والمناقشات والسيمينارات دي بتبقى مهمة جداً، وبيستفيد منها الطلاب وبيستفيد منها الأساتذة وبنستفيد منها حتى احنا المحاضرين في طرح العديد من الموضوعات. يمكن ده كان العنوان الرئيسي للملتقى العلمي الأول اللي استضافته كلية علوم البترول والتعدين في جامعة مطروح. فمرة أخرى بتوجه بالشكر الجزيل لطلاب الـ AABG وللأساتذة الأفاضل. دي صورة الغلاف للكتاب اللي نشر السنة دي، عنوانه The Geology of Egypt. الحقيقة هنا لازم أوضح إن الكتاب ده ما هواش يعني مجهود فرد، وإنما ده مجهود عمل جماعي شارك فيه عدد كبير جدا من العلماء. وده كان هدف عمل كتاب زي ده، لأن احنا بنؤكد بهذا الكتاب إن احنا ممكن لو اشتغلنا بروح الفريق ممكن نعمل إنتاج علمي متميز لا يقل بحال من الأحوال عن الأعمال العلمية اللي بتنشر على مستوى العالم، بدليل إن أكبر أو واحدة من أكبر دور النشر المعروفة على مستوى العالم، يعني احنا في كذا دار نشر معروفة اللي هي سبرينجر والسيفير وكامبريدج يونيفرسيتي بريس وفرانسيس اند تايلور، دي اللي هي اكبر دور نشر متعارف عليها على مستوى العالم. ما بتقبلش اي شيء عشان تنشر يعني. فبنلاحظ كل دار نشر منهم زي سبرينجر او سيفير في مجموعه كبيره جدا من المجلات العلميه اللي ليها امباكت فاكتور او ليها معامل تاثير او معامل انتشار. فكون ان دار نشر عالميه زي سبرينجر بتقبل هذا البروبوزل او هذا المقترح، فده معناه ان العمل العلمي متميز. مره تانية باكد ان ده عمل علمي لا ينسب لفرد،
وإنما ينسب لمجموعة من الزملاء الأفاضل. أنا هنا بتوجه بالشكر للزملاء الأفاضل اللي كانوا معايا بيحرروا هذا الكتاب، اللي هم الإيديتورز أو المحررين للكتاب. ده ترتيب المحررين، والترتيب هنا ليس له معنى، لأن كل واحد مننا كان ليه دور معين بيؤديه في عملية مراجعة الفصول وفي عمليات الإيديتنج، لأن بتاخد مجهود كبير جدا عشان نتأكد من إن مفيش عندنا تكرار، مفيش دوبليكيشن، مفيش كونفليكت ما بين الموضوعات وبعضها البعض. فأنا هنا بتوجه بالشكر للإيديتورز، الأستاذ الدكتور أحمد نيازي البرقوقي، الأستاذ في جامعة القاهرة، بروفيسور خيسوس مارتينيز فرياز، واحد من كبار العلماء على مستوى العالم، هو البريزيدنت اوف ذا انترناشونال اسوسيشن فور جيو إيثكس، او الاتحاد العالمي لاخلاقيات علوم الارض، وده واحد من الاتحادات اللي هي افلييتد للاي جي اس او الانترناشونال يونيون فور جيولوجيكال ساينسز. فليه دور مهم بروفيسور خيسوس مارتينيز فرياس في البروموتنج اوف ذا جيو ساينسز في العالم ككل. برضو معانا واحد من العلماء الكبار جدا، بروفيسور هارالد فريتز او هاري فريتز، ده في جامعه جراتس في استراليا، اللي يشوف برضو الانتاج العلمي المتميز لبروفيسور فريتز يعرف قيمه هذا العالم الكبير، اللي هو نشر ابحاث كثيره جدا عن الايست افريكان اوريجين او عن نطاق شرق افريقيا الاوروجيني. معانا برضو عالم من العلماء الشباب الواعدين، الدكتور ياسر مدحت عبد الرحمن، الاستاذ في جامعه القاهره، وكان نائب وزير الثروه المعدنيه قبل كده، وواحد من العلماء اللي ليهم برضو اسهامات كبيره جدا، وهيكون له دور مهم في مجالات علوم الارض بصفه العموم، وفي مجال تخصصه في البترولوجي والجيكيمستري والاور جيولوجي في الايجيبشن نوبيان شيلد وفي الاريبيان نوبيان شيلد ككل. فانا هنا بتوجه بالشكر للمحررين اللي زي ما بقول لعبوا دور رئيسي في الكتاب. برضو ما انساش اتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور نبيل خليفي، سينيور ببلشنج اديتور في سبرينجر عن منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. الحقيقه لو انا حبيت اتكلم عن دكتور نبيل خليفي مش هيكفي الوقت، لان الدكتور نبيل دايما بيلعب دور رئيسي في تشجيع الباحثين وفي نشر هذه الأعمال المتميزة. فالحقيقة الدكتور نبيل خليفي سواء على مستوى الكتب العلمية أو على مستوى المجلات العلمية له دور مؤثر جدا في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة شمال أفريقيا. فأنا بتوجه للدكتور نبيل خليفي بخالص الشكر والتقدير على الجهد الكبير اللي بذله معانا لإنتاج هذا الكتاب اللي هو عنوانه The Geology of Egypt، وقبل كده كان كتاب اللي هو The Geology of the Arab Region، كنا نشرنا كتاب في 2019 بالاشتراك مع زملاء أفاضل، الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن داود والأستاذ الدكتور صفوان جمعي والزملاء الأفاضل في جامعة هواري بومدين. فأنا بتوجه بالشكر لي. هنا برضو بأكد مرة تانية، الكتاب عبارة عن 18 فصل، كتب الفصول دي 58 كونتريبيوتر أو عالم. أنا هنا مرتب الأسماء ألفابيتيكالي مع الاحتفاظ بالألقاب. هيجي يمكن في كل فصل هنأتي على ذكر العلماء الأفاضل. بالتالي برضو بأكد مرة تانية إن هذا العمل العلمي لا ينسب لفرد ولا ينسب
واحد من المحررين فقط، إنما هو عمل علمي جماعي، تعاون ما بين الناس اللي شاركت في كتاب الفصول أو كتابة الفصول من العلماء الأفاضل ومن المحررين. أنا شخصيا كنت أحد المحررين، وفي نفس الوقت كنت مشارك في كتابة فصلين من فصول الكتاب مع زملاء أفاضل. كلنا نعرف، يعني يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه، طب هو إيه أهمية إن احنا ننشر كتاب عن جيولوجية مصر؟ طبعا لا يخفى على أي حد على مستوى العالم إن مصر أرض الكنانة هي واحدة من أقدم، أو يسموها اللاند أوف سيفيلايزيشن، أو أرض الحضارة، أرض التاريخ. بيعتقد البعض إن التاريخ سطر أول حروفه في مصر، والأدلة هنا كتيرة جدا، يعني أدلة ممكن يعني نستدل بوجود هذه الآثار اللي ما لهاش مثيل على مستوى العالم، زي الأهرامات وزي أبو الهول، وأهرامات ممتدة بطول أرض الوادي في مصر الحبيبة. يعني هنا يمكن احنا شايفين معبد أبو سمبل، وفي بعض طبعا منطقة الأقصر اللي هي بتحتوي على تلت آثار العالم في مصر. الحقيقة من الناحية الجيولوجية لو أنا بصيت هلاحظ إن نهر النيل، الحضارة ارتبطت بنهر النيل، ونهر النيل وعلاقته بالجبال أو بسلاسل الجبال المحيطة به سطرت تاريخ كبير جدا، سواء من ناحية التاريخ البشري أو من ناحية التاريخ الجيولوجي. فالمفردات الطبيعية الموجودة في مصر يمكن ما هياش موجودة في كتير من الدول على مستوى العالم. يمكن هنا لو شفنا مثلا لماذا اختيرت القاهرة وهي عاصمة جمهورية مصر العربية في هذا المكان بالتحديد عند تفرع نهر النيل إلى الفرعين الأساسيين اللي هو دمياط ورشيد، ونعرف برضو من الناحية التاريخية إن كان هناك أكثر من فرع لدلتا نهر النيل، كانوا 7 أفرع على الأقل، وكان الأفرع دي هناك دلائل علمية قوية على وجودها. ويمكن عشان كده لو أنا حبيت برضو، كان فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو بيفسر مقولة فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ففسر الكلام ده بوجود هذه الأفرع الكتيرة اللي موجودة كانت لنهر النيل، واللي احنا لحد النهاردة من خلال دراسات علمية مؤكدة بنستدل على وجودها. الشيء المهم ان برضو حتى في بعض المناطق السياحية زي مدينة شرم الشيخ، يعني اللي بيروح هذه المناطق السياحية سواء في شرم الشيخ او في البحر الأحمر، في الغردقة، في سفاجة، في مرسى علم، في غيره، بيلاحظ ان بيحيط بالمكان ككل مفردات بتدل على وضع جيولوجي مهم ومتميز لمصر. أرجع مرة تانية وأقول طب ليه هو ليه احنا او ما هي أهمية كتابة كتاب تحت عنوان The Geology of Egypt. هنا أنا جايب جزء من بردية بيسموها بردية تورينو، دي بتمثل دي أقدم خريطة اترسمت على يعني خلال التاريخ ككل، يعني أول وأقدم خريطة اترسمت في العالم، رسمها الإنسان المصري القديم في سنة 1150. الخريطة اترسمت لجزء من منطقة وادي الحمامات اللي احنا بننطقه حمامات، هو وادي حمامات في الصحراء الشرقية غرب مدينة القصير. الطلاب الأفاضل اللي كانوا معانا في ورشة تدريب شباب الباحثين اللي كانت في منطقة المثلث الذهبي شافوا منطقة الحمامات وشافوا منجم ذهب
الفواخير دي مرسومة لمنطقة المنطقة المحيطة بمنجم ذهب الفواخير. فالإنسان المصري القديم فكر لأول مرة في التاريخ إن يحاول ينقل الطبيعة إلى الخريطة أو إلى 2D شيت بمقياس رسم معين أو بنسبة تصغير هي مقياس الرسم. ومن هنا بدأت فكرة رسم الخرائط، أو إزاي إن أنا أنقل الظواهر الطبيعية أو الجغرافية أو الظواهر الجيولوجية اللي موجودة في مكان ما على خريطة بنسبة تصغير. نسبة التصغير دي هي اللي هي مقياس الرسم اللي بدأنا بعدين بنعبر عنها في شكل، ممكن تبقى في شكل شورت ستيتمنت، إن أنا أقول مثلا مقياس الرسم كل 1 سم بيعبر عن 5 كيلو، أو ممكن أعبر عنها بشكل بروبورشنال سكيل، يعني في شكل نسبة، أقول 1 إلى 10,000 أو 1 إلى 20,000، أو في شكل فراكشنال سكيل 1 على 50,000 أو 40,000 أو ما إلى ذلك. فالإنسان المصري القديم هو اللي علم الدنيا من خلال البردية دي اللي بنسميها بردية تورينو، اللي أخذت الاسم لأن هي حاليا موجودة، كانت اتاخدت من مصر للأسف في سنة 1815، خدها واحد اسمه دروفيتي وحطها في متحف تورينو، وهي بتتكون من مجموعة من القطع بس دي متعارف على المستوى العالمي إن ده أقدم خريطة في التاريخ. زي ما الإنسان المصري القديم برضو عرف وعلم العالم كله كيفية بناء السدود، يمكن برضو بس طبعا المجال ما هوش مجالنا حاليا ان احنا نتكلم عن نهر النيل بالتفصيل، انما اقدم سد بيسموه سد الوثنيين كان اتعمل عشان يحمي مدينة حلوان، وعشان المياه اللي بتتساقط على هضبة الجلالة كانت كلها بتتجه. ففكر الإنسان المصري القديم لأول مرة إن يعمل سد ويبدأ يحجز المياه. الفكر ده ما كانش موجود في أو في بدايات التاريخ أو منذ فجر التاريخ، فهو الإنسان المصري اللي فكر إن أنا إزاي أتعامل مع المياه. بالتالي زي ما أنا بقول أهمية إن أنا أكتب كتاب عن جيولوجية مصر للدور التاريخي الرائد لمصر. يمكن برضو من الأشياء المهمة، في عندنا في مصر ما يعرف باسم الباليوسين ايوسين باوندري، وده موجود في محمية الدبابية. الدبابية دي مكان أو مدينة بتتبع محافظة الأقصر حاليا، هي عبارة عن محمية طبيعية. جه الاتحاد الجيولوجي الدولي اللي هو الاي او جي اس أو الانترناشونال يونيون فور جيولوجيكال ساينسز، اختار هذا المكان as a type section، ك سكشن عياري او مثالي. بيعتبر هذا القطاع قطاع لا مثيل له على مستوى العالم، اللي هو بنقول عليه الباليوسين ايوسين باوندري في منطقه الدبابيه. طبعا هو ما بيتمش اختيار الاشياء دي اعتباطا، وانما بتيجي فرق علميه على مستوى العالم وبتبدا تختار هذا المكان لما انت تشوف المواصفات بتتفق على المكان ولا لا. بالمناسبة كان أستاذنا الفاضل المرحوم الأستاذ الدكتور محمد لطفي عبد الخالق اللي أنا أعرف إن كان مشرفي في مرحلة الدكتوراه، كان عميد كلية علوم القاهرة ورئيس اللجنة القومية للعلوم الجيولوجية، كان في سنة 2008 دعا أعضاء الاتحاد الجيولوجي الدولي وعملوا ميتنج هنا في مصر، وكان الهدف إن احنا نحاول نستضيف الانترناشونال جيولوجيكال كونجرس اللي هو هيعقد، كان المفروض يعقد السنة دي في الهند وبس تم تأخير الموعد بسبب ظروف فيروس كورونا. فده المؤتمر 36 بيعقد كل 4 سنين، وده أكبر مؤتمر على مستوى العالم. فكان أعضاء الـ IUGS جم مصر
بحيث بيدرسوا إمكانية استضافة مصر، وهي إيه الإمكانات المتاحة. إمكانات دي بتبقى إمكانات مادية، إمكانات بشرية. بيشوفوا برضو البوست كونفرنس والميد كونفرنس ترافيرسز اللي هتتعمل، بيختاروا لها أماكن ويشوفوها. فكان هيبقى فرصة كويسة جدا لو عقد المؤتمر عندنا. برضو من ضمن الأشياء المهمة اللي بتخلينا لازم نكتب كتاب عن جيولوجية مصر، إن أنا لو بصيت للخريطة دي اللي بتوضح البحر الأحمر وبيحيط بالبحر الأحمر سلسلة جبال البحر الأحمر في مصر وامتدادها في السودان وفي إريتريا وفي إثيوبيا، والناحية الثانية بتمتد من شبه جزيرة سيناء لغرب المملكة العربية السعودية أو الويسترن أريبيا، وبعدين بتمتد لليمن في الجزء الغربي بنقول عليها النوبيان شيلد، الدرع النوبي. في الجزء الشرقي بنقول عليها الأريبيان شيلد. الاثنين مع بعضهم أو الجزئين مع بعضهم بيكونوا ما يعرف باسم الأريبيان نوبيان شيلد أو الدرع العربي النوبي. هو بيتكتب بالشكل ده، لأن في بعض الناس أحيانا بتكتب أرابو نوبيان شيلد. لا، هو المتفق عليه المصطلح العلمي اللي هو الأريبيان نوبيان شيلد، وده جزء من نطاق بيسموه نطاق شرق أفريقيا التجبلي أو الإيست أفريكان أوريجين، بيمتد من شمال أفريقيا لحد موزمبيق بيلت أو لحد جزء داخل عندنا في حزام بيسموه حزام لا خش ابراهيم عبد السلام، واحد خش ابراهيم عبد السلام، اثنين، واحد خش ابراهيم عبد السلام، ثلاثة، واحد يخش ابراهيم عبد السلام، اربعة. أكمل كده اشتغل خير. كويس؟ متابعيني أكمل لو سمحت؟ اتفضل مع حضرتك فاتح يا المايك دكتور. خلاص. كده صوتي مسموع لو سمحت؟ مع حضرتك سامعينك أيوه كويس. يا دكتور. اتفضل. طيب. فزي ما بقول، يعني لو احنا بصينا للخريطة دي، الخريطة بتوضح الدرع العربي النوبي، والدرع العربي النوبي هنا مقسم إلى مجموعة من النطاقات بنسميها التكتونيك ترينز او التكتونو ستراتيجرافيك ترينز. هلاحظ هنا في جريت سيميلاريتي ما بين الصخور الموجوده في الصحراء الشرقيه والجزء الموجود في منطقه ماديان، وبعدين في بيفصل النطاقات التكتونيه دي عن بعضها البعض ما يعرف باسم الهاي شي هاي هاي سترين زونز او الشير زونز او الاوفيولايت ديكوريتد شير زونز، اللي هي نطاقات قص. بتبقى نطاقات قص يعني معناها هي تشبه الجمجمه عندنا، بتبقى مثلا بتتكون من فصوص بيفصل بينها وبين بعضها البعض نطاقات قص. فهنا هنلاحظ ان الدرع العربي النوبي عباره عن مجموعه من النطاقات بتتماثل من ناحيه البترولوجي، من ناحيه الجيوكيمستري، من ناحيه الجيوكرونولوجي او اعمار الصخور. طبعا الكلام ده برضو مش مرسوم اعتباطا كده، انما ده تجميع للدراسات الكتيره جدا اللي اتعملت عشان توضح لي مدى التشابه والاختلاف ما بين الصخور الموجوده على جانبي البحر الاحمر، اللي بنقول ان الصخور دي ديتد باك تو الليت بريكامبريان او النيو بروتوزويك، عمرها هو العصر البريكامبري المتاخر. هنتقل بقى هنا لفصول الكتاب. انا قلت ان الكتاب بيتكون من 18 فصل، وحضراتكم هنا هتلاحظوا ان كل فصل من الفصول في اكثر من عالم من العلماء. يعني الفصل الاول اللي بيتكلم عن تاريخ الاستكشاف الجيولوجي في مصر كتبوا مجموعه من العلماء، الاساتذه الافاضل الاستاذ الدكتور محمد عبد الحميد الشرقاوي الاستاذ في جامعه القاهره، الزميل الفاضل الدكتور ناجي شوقي بطرس خبير الذهب المعروف في هيئه المساحه الجيولوجيه، الزميل الفاضل الاستاذ الدكتور احمد مدني استاذ الريموت سنسنج في جامعه القاهره، الاستاذ الدكتور محمد احمد الاستاذ في جامعه قناه السويس وده متخصص في الجريس، الزميل الفاضل الدكتور بسام عبد اللطيف الاستاذ في الهيئه العامه للاستشعار من البعد، الدكتور ياسر عبد الرحمن انا جبت سيرته وانا بتكلم عن الايديتورز، والاستاذ الدكتور
سلطان عوض عرفة، واحد من المتخصصين في الايروماج او الايروماجنتيك داتا او الاير بورن جيوفيزيكال مابينج. فهلاحظ هنا مثلا الفصل الاول بيتكون من 6 عناوين أساسية، كل عنوان يعني مثلا أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد الشرقاوي بدأ يتكلم من ناحية تاريخية عن المراحل اللي كانت سابقة لإنشاء هيئة المساحة الجيولوجية المصرية والمراحل التالية. برضو هنا لازم أؤكد على إن هيئة المساحة الجيولوجية المصرية اللي هي حاليا اسمها هيئة الثروة المعدنية، النطق الصحيح في اللغة العربية الفصحى هيئة الثروة المعدنية وليست المعدنية، فلأن هو معدن وليس معدن. فهيئة المساحة الجيولوجية أنشئت سنة 1896، دي ثاني أقدم هيئة مساحة جيولوجية على مستوى العالم بعد البريتش جيولوجيكال سيرفي، بعد هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية اللي هي هيئة المساحة الأولى على مستوى العالم، حتى أقدم من اليو اس جي اس اللي هي هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية. فمنذ إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية في سنة 1896 لحد النهاردة بدأت كانت في مجموعة من الدراسات. بالمناسبة هنا لازم أقول إن أول وأقدم جيولوجي مصري وعربي كان شغال في هيئة المساحة الجيولوجية هو الأستاذ الدكتور حسن باشا صادق، كان واخد لقب البشوية، وده اللي كان بيألف كتب الثانوية العامة في الأربعينيات من القرن العشرين. هو كان تولى برضو عشان يعني الشيء المهم، كان تولى وزارة الحربية وكان تولى وزارة المالية. حسن باشا صادق وهو جيولوجي زي ما بقول، هو أول وأقدم جيولوجي عربي ومصري كان موجود في هيئة المساحة الجيولوجية، طبعا مع الرواد الأوائل اللي كان معظمهم في البداية أجانب، وبعدين بدأت هيئة المساحة تصل. فأستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد الشرقاوي بدأ يتكلم عن أول كتاب اتعمل عن جيولوجية مصر، كان عمله بروفيسور هيوم. والشيء الغريب إن بروفيسور هيوم كان يعني آسف إن أنا أقول إن هو كان اتعرض يبدو الحادثة ولا كده، فكان بيمشي على رجل واحدة، وإزاي بدأ يتحرك ويمشي في كل الصحاري عندنا ويرسم خرائط، وكان الموضوع بلايند يعني هو بيرسم خرائط وما فيش عنده previous works أو يعني published data قبل كده، فكان بدأ يرسم الخرائط. بروفيسور هيوم كان رسم أول كتاب عن جيولوجية مصر، الكلام ده كان في 1930 تقريبا، وبعدين جه بعده شورمان، لحد ما وصلنا أستاذنا بيكلمنا عن مرحلة العالم الفاضل الأستاذ الدكتور رشدي سعيد فرج الأعمش، الاسم الكامل للأستاذ الدكتور رشدي سعيد. الأستاذ الدكتور رشدي سعيد كان عمل كتاب في سنة 1962، وبعدين الكتاب بدأ ينقحه أكثر في سنة 1990. برضو كتاب الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور رشدي سعيد مش هو اللي كاتب الكتاب، وإنما هو محرر الكتاب اللي كتب الكتاب مجموعة كبيرة جدا من العلماء. النهاردة من سنة 1990 لحد النهاردة يمكن حوالي 30 سنة أو كده، فالكثير من المفاهيم الجيولوجية بدأت تتغير، في عندنا wealth of data، وبالتالي كانت الحاجة ماسة لنشر كتاب جديد عن جيولوجية مصر. هو ثالث كتاب يتنشر عن جيولوجية مصر بعد كتاب هيوم وبعد كتاب رشدي سعيد 1990 اللي هو الكتاب اللي احنا بنتكلم عليه. في الجزء الثاني من الفصل الأول الزميل الفاضل الأستاذ الدكتور ناجي شوقي بطرس اتكلم عن تاريخ الجيولوجيك مابينج، وبعدين بدأنا ندخل مع الأستاذ الدكتور أحمد مدني بدأ يكلمنا عن بداية استخدام التقنيات الجديدة اللي هي الريموت سينسينج تكنيكس في
ازاي استخدمها في عمليه رسم الخرائط. وفي الجزء الرابع من الفصل الاول الاستاذ الدكتور محمد احمد الاستاذ بجامعه قناه السويس والاستاذ الدكتور بسام من الهيئه القوميه للاستشعار من البعد بداوا يتكلموا عن تكنيك جديد اللي هو الجريس. والجريس برضو نوع من انواع الريموت سنسنج بس بيستخدم لاستخدامات كثيره جدا في عمليات الديتكشن اوف ذا جراوند ووتر. بدا هنا يشرح لنا هذا التكنيك الجديد اللي هو بيستخدم في التعرف على خزانات المياه الجوفيه وازاي حركه المياه الجوفيه. كان الجزء الخامس بيتكلم عن الجيوكرونولوجي وتقدير اعمار الصخور استاذ الدكتور ياسر مدحت. وبعدين في الجزء السادس والاخير من الفصل الاول كان الاستخدامات الايربورن جيوفيزيكال مابينج او الايروماجنتيك داتا وبرده تاريخها ومدى استخداماتها ومدى الاستفاده بيها. لان حاليا الدراسات الحديثه بتعتمد على عمليات انتجريشن ما بين تولز مختلفه زي الريموت سنسنج زي البوتنشال داتا اللي هي الجرافيتي والماجنتيك مثلا وبجانب الجراوند تروث ان احنا ننزل الفيلد ونبدا ناخد عينات ونبدا نحلل هذه العينات. فده كان الفصل الاول. هنا احنا شايفين صوره الكتاب الاول للاستاذ الدكتور رشدي سعيد في سنه 1960 اللي تم تنقيحه وده كان اتنشر عن كامبريدج في سنه 1990. ودي بعض الخرائط اللي بتوضح استخدامات الجريس في التعرف على الاكوفرز الموجوده او خزانات المياه الجوفيه. لان عندنا اكبر خزان للمياه الجوفيه هو النوبيا ساندستون اكوفر. لو رحت للكتاب العنوان الفصل الثاني هحاول اتكلم بسرعه عشان الوقت. ده كتبه العالم الفاضل الاستاذ الدكتور محمد زكي البيلي رئيس قسم جيولوجيا في جامعه بورسعيد. بدا يكلمنا هنا عن الكلاسيفيكيشنز المختلفه او التصنيفات المختلفه اللي اتعملت لصخور الايجيبشن نوبيان شيلد او صخور معقد القاعده الموجوده في الصحراء الشرقيه وفي شبه جزيره سيناء. دي التقسيمات اللي اتعملت. كان اول كلاسيفيكيشن اتعمل عمله هيوم سنه 1934 وبعدين شورمان 1953 و66. بعدين استاذنا الفاضل المرحوم الاستاذ الدكتور محمود فوزي الرملي والمرحوم استاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور محمد كمال العقاد من كبار العلماء على مستوى العالم وليس على مستوى مصر اللي كان ليهم بصمه واضحه في البيزمنت او البريكامبريان جيولوجي. وبعدين تقسيم المرحوم الاستاذ الدكتور الشاذلي محمد الشاذلي في سنه 1964. تقسيم الاستاذ الدكتور محمد كمال العقاد والمرحوم استاذنا الفاضل استاذ الدكتور عبد الحميد محمد مأمون نوير 1969 و1980. بالمناسبه كان في سنه 1969 ده كان جزء من او هو رساله الدكتوراه الخاصه بالمرحوم الاستاذ الدكتور عبد الحميد نوير تحت اشراف استاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور محمد كمال العقاد. وانا هنا بحب اكد على ان ادي رسائل الدكتوراه لما بيبقى ليها ساينتفك فاليو. الجزء ده كان اتنشر لاول مره في مجله نيتشر. يعني لو انا بصيت على البحوث اللي اتنشرت في مجله نيتشر خلال التاريخ العلمي للعلماء في مصر هلاحظ انهم بحثين على الاكثر منهم البحث الخاص بيه بالاستاذ الدكتور كمال العقاد والاستاذ الدكتور عبد الحميد نوير. وبحث ثاني كان نشره زميلنا الفاضل العالم الفاضل الدكتور حسن حلمي. بعدين في كلاسيفيكيشن شهير اتعمل في سنه 1972 كلاسيفيكيشن لريز ودي استاذه هي ومعاها فريق علمي برضو اتعمل في سنه 1983. بروفيسور بنتور عمل كلاسيفيكيشن. وبعدين جه البصمه الرئيسيه لاستاذنا المرحوم الاستاذ الدكتور سمير الجابي
في سنة 1988 و90، وبعدين كلاسيفيكيشن للمرحوم الأستاذ الدكتور عبد الغني رجب والأستاذ الدكتور زينهم الألفي 1996. فالفصل ده بيدينا فكرة، برضو بحب أكد مش أي واحد بيجي يقول والله أنا هعمل كلاسيفيكيشن، لا ده لابد أن يكون عنده خبرة كافية وبيكون لف الصحاري المصرية بالكامل، وبيبدأ يجمع الدراسات ويشوف الفيلد ريليشنز والعلاقات المختلفة اللي عندنا. هنا ده فصل عمله بروفيسور توم فاولر أو عبد الرحمن فاولر، وكنت أنا أحد الكوأوثرز للفصل ده. عنوانه Structural and Tectonic Framework of the New Proterozoic Basement from Gneiss Domes to Transpiration Domes. هنا بدأنا نتكلم، الفصل ده الحقيقة بيتكلم عن أشياء كتيرة جدا، أنا مش هخش في تفاصيله، وإنما احنا اتكلمنا عن وضع الإيجيبشن نوبيان شيلد في داخل الإيست أفريكان أوريجين، وبعدين بدأنا نتكلم عن المراحل المختلفة اللي هي مرحلة بنسميها مرحلة الأرك أكريشن ومرحلة الأوريجينيك إكستنشن، وبعدين البوست إكستنشنال أو بوست أمالجاميشن ديفورميشنز اللي عندنا. مش عايز أخش لأن مثلا فصل زي ده محتاج له أكتر من محاضرة لوحده على أساس أن أنا أبدأ أتكلم عنه بالتفصيل. يمكن الصورة اللي حضراتكم شايفينها هنا تلاحظ ان احنا حاطين سيمبل بيوضح ان دي الصوره دي متاخده من منطقه ابو رشيد في منطقه وادي الجمال. المكان ده معروف تاريخيا ان من الاماكن اللي بتحتوي على الزمرد في منطقه ام كابو وام طباع وابو رشيد. فالصوره هنا بتوضح لي امبريكيتد ثراست ستاكس، يعني الصخور دي بدا يحصل لها امبريكيشن او يحصل لها ان هي تتكدس فوق بعضها البعض، ويحصل لها تكتونيك ترانسبورتيشن، بدات تتحرك بالشكل اللي احنا شايفينه، وبالتالي ده مش نوع من الطبقات او مش نوع من الترسيب العادي، احنا بنقدر نستدل عليه في الفيلد من خلال مجموعه من الكرايتيريا زي الانتنسيف ديجري اوف شيرنج، زي التايتنس اوف فوليشن، زي بعض الكينيماتيك انديكيتورز او دلائل الحركه اللي عندنا. وبالمناسبه الصوره دي احنا واخدينها كصوره الغلاف للكتاب اللي بيتراجع حاليا او بنراجع البروفات اللي هو عن الجيولوجي اوف ايجيبشن نوبيان شيلد. دي بعض السكتشز اللي بتوضح ازاي بيحصل ترانسبورتيشن، يعني هنا بوضح ازاي في البدايه او قبل المرحله رقم ايه ازاي كان في عندي صخور بدأت أو طبقات تترسب على بعضها البعض، ونتيجة العمليات كومبريشن أو ضغط بدأت يحصل لها فولدنج، وبعدين بدأت مع استمرارية أو مع البروجريسيف فولدنج يبدأ ألاحظ أن تتكون ثراستنج، وبالتالي هنا يعني صدوع دفعية أو صدوع دسرية، وبالتالي هنا يعني نجم عن او ترتب على عمليات الطي تكوين مجموعه من الصدوع الدسريه. النوع ده انا بقول عليه او بيسموه فولد فيرست كاينيماتكس، او ان الطيات تتكون اولا وبعدين از كونسيكونس تبدا تتكون الصدوع الدسريه، وبعدين في مراحل تاليه يحصل عمليه ريفولدنج وهكذا. لو تم العكس ان نتيجه للحركه الدفعيه بدات تتكون طيات، فدي بيسموها thrust first kinematics أو fault first kinematics، يعني نتيجة العمليات الفولتنج اللي حصلت في البداية ترتب عليها عمليات folding. أروح للفصل رقم 4، ده كتبه واحد من كبار العلماء المعروفين على مستوى العالم بروفيسور روبرت ستيرن أو بوب ستيرن، ومعاه زميلنا الفاضل الأستاذ الدكتور كمال علي. الحقيقة بروفيسور ستيرن لو حضراتكم كتبتوا الاسم ده وشفتوا مدى الانتاج العلمي لبروفيسور ستيرن، واحد من كبار العلماء اللي اشتغلوا على الاريبيان نوبيان شيلد، واللي كان هو واخد دكتوراه عن جزء من الوسط الصحراء الشرقيه المصريه، يعني كان منطقه الدراسه في مصر، وبالتالي هو نشر كتير جدا سواء عن مصر او عن
الويسترن اريبيا او عن السودان وعن اماكن كثيره جدا. فالفصل كان بيتكلم عن الكريستال ايفولوشن او التطور التكتوني لصخور معقد القاعده الموجوده في الصحراء الشرقيه. هنا بدا يركز على وسط الصحراء الشرقيه. في فصل تاني كنت نشرته انا والزميل الفاضل صديقي العزيز الاستاذ الدكتور محمد عبد الواحد الاستاذ في جامعه طنطا، كنا بنتكلم عن السوتشرز والميجا شيرز، عن نطاقات الدرزيه ونطاقات القص او نطاقات الانفعال الموجوده. فبدانا نصنفهم لانواع الارك سوتشرز، وبعدين الشير زونز المختلفه قسمناها لانواع، بعضها بيبقى سن اكريشن يعني سن امالجاميشن يعني متزامنه مع عمليات الكونفيرجنس اللي تمت ما بين الايست والويست جوندوانا، وفي بعضها بيبقى بوست اكريشن او بوست امالجاميشن، وفي بعضها بيبقى مسؤول عن او مرتبط بتكوين النايسيك دومز اللي كانوا معانا في ورشه عمل شباب الباحثين. كنا اتكلمنا عن المعيتك دوم، وفي الجزء الرابع من الفصل ده اتكلمنا عن الشير زون ريليتد مينراليزيشنز، لانه ثبت علميا ان في مجموعه كبيره جدا من التمعدنات وخصوصا تمعدنات الذهب بتبقى ستراكشرالي كنترول مرتبطه بنطاقات القص من ناحيه السباشال ديستريبيوشن او التوزيع المكاني وحتى التمبرال او التوزيع الزماني، يعني السباشيو تمبرال ريليشن هنا في حاله اللي هي تمعدنات زي الذهب. يمكن هنا ده بلوك دياجرام بيوضح الاقسام. هنلاحظ هنا الصحراء الشرقيه المصريه بتنقسم يعني تراديشنالي الى شمال الصحراء الشرقيه او نورثن ايسترن ديزرت والسنترال. هنلاحظ هنا في مدينه سفاجه اللي احنا شايفينها ده عباره عن شير زون كبير جدا بنسميه انا سفاجه شير زون. وبعدها اسال حضراتكم متابعيني ولا الصوت واصل لحضراتكم؟ ايوه يا دكتور كله تمام. هنا هنلاحظ الحد الفاصل مثلا ما بين السنترال والساذرن ايسترن ديزرت عباره عن نطاق قص بنسميه ادفو مرسى علم. وبعدين بنيجي في الجنوب على حدود مصر في عندنا واحد من السوتشر زونز. السوتشر زي ما بقول هو عباره عن ايه؟ السوتشر اللي بقول عليه نطاق درزي بيبقى هو نطاق عالي الانفعال يعني تعرض لعمليات شيرنج، بس كل ما في الامر المكان ده بيحدد اماكن انغلاق المحيطات، يعني مكان حصل فيه كلوجر لاوشن او لباك ارك بيزن. ده كان بروفيسور كيفن بروك هو اللي حط المصطلح ده لاول مره. فهنا لما بنلاحظ صخور الاوفيولايتس تتابعات الاوفيولايتس وصخور الميتا الترامافايتس او الميتا الترامافكس ليها لينير ارينجمنت بالشكل ده، هي ممتده هنا من منطقه العلاقي من وادي العلاقي، وعلى بالمناسبه هو وادي بيمتد من مصر الى السودان بطول اكثر من 300 كيلومتر. كان في قبائل زمان اسمها قبائل العلاق ابن سليم، وفي جبل اسمه جبل هناي، قبائل البشريه بتقول عليه جبل هناي، احنا للاسف بننطقه حياني، بنقول العلاقي حياني، هو العلاقي هناي، لان في جبل اسمه هناي وجبل تاني اسمه جبل شناي. وبعدين هلاحظ الخط الاحمر ده اللي احنا رسمينه ده واحد من نطاقات القص الرئيسيه الموجوده اسمه الحمزانه شير زون. وبعدين بيستمر نطاق العلاقي يمشي عندنا في منطقه اسمها منطقه الصول الحامد لحد ما يروح لمنطقه ينبع في السعوديه. فده واحد من السوتشر زونز الكبيره جدا جدا عندنا. هنا ده برضو بلوك دياجرام بيوضح كيفية تطور الصحراء الشرقية. وانا هنا بس سريعا كده عايز اقول ان في بعض المودلز اللي هي طرحت عشان تفصل لي تطور البريكامبرال روكس في مصر، واحد منهم بنقول عليه انفراكراستال موديل. الموديل ده ببساطة بيتخيل
ان في عندنا صخور قديمه، وبعدين على الصخور القديمه حصل اوفر ثراستنج او صخور اخرى بدات تتحرك اثناء حركه التجبل الافريقيه اللي بنقول عليها بان افريكان اوروجيني، فجت صخور، وهنا بالتالي الحد الفاصل هيبقى هو حد فاصل بنقول عليه تكتونيك كونتاكت. وبيقول لي الاماكن اللي بدات تظهر فيها الصخور القديمه بنقول عليها تكتونيك ويندوز، النوافذ التكتونيه زي في منطقه المعيتك ومنطقه العلاجي وكده. الصخور الحديثه اللي بتبدا تتحرك لمسافات كبيره بنقول عليها كليبن استراكشر او كليب استراكشرال كليب، يعني معناها الكتل الناتئه، الكتل اللي هي ناتئه يعني بدات تتحرك لمسافات كبيره. طبعا ثبت علميا ان الموديل ده من ناحيه الجيوكرونولوجي ما هو صحيح. هنا رواد هذا الموديل استاذنا الدكتور محمد كمال العقاد والمرحوم الاستاذ الدكتور عبد الحميد نوير، اللي في الصوره اللي على اليمين هتتخيلوا حضراتكم كانوا طلاب في جامعه اسيوط اصبحوا كلهم علماء. استاذنا الفاضل المرحوم الاستاذ الدكتور ماهر عزمي تكله، الاستاذ في جامعه القاهره رحمه الله عليه، استاذنا المرحوم الاستاذ الدكتور عبد الحميد نوير الاستاذ في جامعه طنطا، واستاذنا الدكتور كمال العقاد، وبرضو اساتذتنا الاستاذ الدكتور لطفي عبد الخالق الاستاذ الدكتور عبد الحميد نوير، دول كانوا رواد الموديل ده. دي بعض النوافذ اللي بنقول عليها نوافذ تكتونيه بتظهر في منطقه المعيتك. الترافيرس اللي عملناه وكانوا معانا طلاب جامعه مرسى مطروح، كنا ماشيين على طريق القصير افت، وكانت المعيتك دوم بتظهر على ايدنا اليمين. في منطقه ثانيه بنقول عليها منطقه حفافيت او حفافيت كالمينيشن. كالمينيشن معناها دومال لايك ستراكشر، يعني معناها تركيب يشبه القبه. في خمس قباب موجوده في المكان ده في منطقه حفافيت. في موديل ثاني حط واحد اسمه شتاين وجولد شتاين، وده سنه 96 اسمه الهوت سبوت موديل، بيتخيل وجود سوبر بلومز او بقع وشاحيه ساخنه بدات تتحرك، وهي الدرع العربي النوبي ايفولفد منها او بدا يتطور منها. في نوع ثاني موديل ثاني بنسميه الاسكيب تكتونكس او الاندنتيشن تكتونكس، وده بيشبه لحد كبير اللي بيحصل حاليا ما بين او اللي حصل ما بين شبه القاره الهنديه والاوراشن بليت في الصوره اللي على الشمال تحت. دي عباره عن شبه القاره الهنديه ازاي بتبدا تتحرك وتصطدم بالاوراشن بليت او اللوح الاوروبي الاسيوي. شبهوا العمليه دي في الفيزيكال موديلنج زي ما يكون عندي اندنتيشن، يعني زي ما اكون هجيب ريجيد ماتيريال وابدا تخبط في شيء، فتبدا هنا بالتالي تبدا تتكون ستراكشرز زي اللي احنا بنشوفها في الطبيعه. فبيقولوا اللي حصل في الدرع العربي النوبي هو شبيه بالنوع ده. النوع ده لان الكونسيكونس بتاعه او المحصله النهائيه هي كونتيننت تو كونتيننت كوليجن، او بيحصل تصادم قاري قاري. يعني لو انا تخيلت ان في عندي قارتين وبينهم محيط وهيحصل كونسيومنج او استنزاف للمحيط، هبص الاقي يعني هيحصل كونفيرجنس، هبص الاقي الكتلتين القاريتين هيبداوا يقتربوا من بعضهم البعض، وده بنسميه هيمالايان تايب كوليجن. في النموذج اللي حاليا اكسبتابل بالنسبه للعلماء بنسميه ارك اكريشنري او ارك اسامبلي موديل، ده بيقول انه كان عندنا قاره عملاقه هي قاره رودينيا. رودينيا دي اقدم من القاره اللي كنا بندرسها في الثانويه العامه اللي هي بانجيا، وبدا يحصل لها ريفتنج، يحصل سبريدنج او يحصل ريفتنج او بريك اب، بدا يتكون محيط. المحيط ده بيسموه موزمبيق اوشن، كان في حجم المحيط الهادي حاليا عشان كده بنقول عليه باسيفيك سايز موزمبيق اوشن. وبعدين في المرحلة الثانية بدأ الكتلتين القاريتين اللي على جانبي محيط موزمبيق اللي هي كتلة شرق وغرب جندوانا بدأوا يقتربوا من بعضهم البعض، وبدأ يبقى في المنتصف الدرع العربي النوبي أو نطاق
شرق افريقيا الاوروجيني ككل بقى سكويزد بينهم بهذا الشكل. ده هو النموذج اللي كل الدراسات حاليا بتؤكد صحته مع بعض الموديفيكيشن. اروح تاني بس هضطر اتكلم سريعا عشان عامل الوقت. الفصل السادس كتبه استاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور العالم الكبير الاستاذ الدكتور باهر الاليوبي وتوم فاولر والزميل الفاضل كريم الدكتور كريم عبد الملك رئيس قسم جيولوجيا في جامعه عين شمس. وده كان بيتكلم عن علاقه الميتامورفيزم عمليات التحول بعمليات الديفورميشن بعمليات التشوه، وده برضو واحد من الامور المهمه. يمكن هنا الصوره دي بتوضح لنا المكان اللي احنا كنا بنقول عليه حفافيه زون ومنطقه او نطاق قص المعروف باسم نطاق قص نوغروس. في الفصل السادس في الفصل السابع استاذنا العالم الفاضل الاستاذ الدكتور عادل رمضان مصطفى الاستاذ في جامعه عين شمس واحد من كبار العلماء على مستوى العالم كتب لنا الفصل ده عن الميزوزويك سينوزويك ديفورميشن هيستوري في مصر. حقيقه واحد برضو من اروع الفصول. بدا استاذنا الفاضل يتكلم عن مراحل التشوه قسمها للايرلي ميزوزويك تيثيان ريفتنج. التيثيان هنا المقصود بها المحيط التيثي، المحيط اللي هو البحر المتوسط القديم اللي كان بيفصل ما بين النورثرن هيمسفير والساذرن هيمسفير اللي هي الاوراشيا وجوندوانا في الجنوب. وبعدين بدا يتكلم عن الكريتيشس ريفتنج وبعدين الليت كريتيشس تو ريسنت تيثيان كونفرجنس. بدا استاذنا الفاضل طبعا هنا بدا يستخدم اللي هي السب سيرفيس ديتا. بدا استاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور عادل رمضان والزميل الفاضل العالم الاستاذ الدكتور سمير خليل يتكلموا عن الاستراكشرال سيتنج التطور البنائي والتطور التكتوني لمنطقه خليج السويس. حضراتكم في كليه علوم البترول وتعرفوا اهميه خليج السويس ومنطقه خليج العقبه من ناحيه الاستكشافات البتروليه. فبداوا في هذا الفصل يركزوا على الوضع التكتوني والوضع البنائي في منطقه خليج السويس. يمكن هنا مثلا احنا شايفين صوره بتوضح الاستراكشر الموجود ما بين الجلالتين، هضبه الجلاله الشماليه والسذرن جلاله اللي هي بيمر بينهم وادي عربه، وازاي ان الاستراكشر ده هو عباره عن مونو كلاين طيه وحيده الميل. بداوا برضو في برضو واحد من الفصول المهمه كتبه العالم بيل بوزورث او ويليام بوزورث بالاشتراك مع مجموعه من العلماء الاستاذ الدكتور سمير خليل بروفيسور ليجي وستوكلي بروفيسور كيم ماكلي ده واحد من كبار العلماء في مجال الاستراكشرال جيولوجي في جامعه رويال هولوي. وبعدين هنا بدا برضو يتكلم لنا عن تطور خليج البحر الاحمر او الجزء الشمالي من البحر الاحمر وعلاقاته بالاستكشافات البتروليه. الخريطه الجزء ده هو بيوضح لي المكان اللي تمت عليه الدراسه، برضو طبعا اخذا في الاعتبار الاوفر اول تكتونيك سيتنج في المنطقه ككل. وهنا بيوضح لي الاكوموديشن زونز نطاقات التعويض الثلاثه الرئيسيين الموجودين اللي معروفين عندنا. الفصل الحقيقه الفصل رقم 10 بيتكلم عن السايزميسيتي والسايزموتكتونكس والنيوتكتونكس اللي عندنا، كتبوه مجموعه برضو من العلماء الاستاذ الدكتور عبد العزيز خيري الاستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه وزميلنا الفاضل الاستاذ الدكتور وائل دردير الحجاج الاستاذ في جامعه بنها، المرحوم الاستاذ الدكتور كمال صقر واحد من كبار العلماء في مجال الكراستال ديفورميشن، والزميل الفاضل الاستاذ الدكتور محمد صالح وده واحد من المتخصصين على مستوى العالم في مجال الانسار ديتا. فكل واحد منهم من منظور معين. يعني الدكتور عبد العزيز بدا يحكي لنا عن تاريخ السايزموتكتونيك زونز او النطاقات الزلزاليه في مصر،
الدكتور وائل بدا يتكلم عن الالكتروماجنتيك راديشن داتا الاي ام ار داتا واستخداماتها في ان احنا ازاي نتعرف على السايزموتكتونيك زونز او النطاقات الناشطه زلزاليا. لقينا بعد كده المرحوم الاستاذ الدكتور كمال صقر بدا يتكلم عن الرول اوف جلوبال بوزيشن سيستم ميجرمنتس في السايزمولوجيكال ستادي. وبعدين جه الدكتور محمد صالح بيكلمنا عن الانسار داتا والابلكيشن في مصر. يمكن دي خريطه بتوضح برضو السايزموتكتونيك زونز الموجوده في مصر، وده جهاز السيروسكوب اللي بيستخدم في الالكترو او بيعتمد على الالكتروماجنتيك راديشنز، بيبدا في الاماكن النشطه زلزاليا يبدا يدي بيكس. كنا بالتعاون مع الاستاذ الدكتور وائل حجاج بدانا نعمل ترافيرسز في منطقه كلابشه، وده كان في رساله ماجستير. هنا الفصل رقم 11 كان بيتكلم عن الامباكت كريترنج والميتيورايتس الموجوده في مصر. كتبوا المتخصصين في المجال ده على مستوى العالم بروفيسور فولكو وريمولد والعالم الفاضل الاستاذ الدكتور مع احمد نيازي البرقوقي. دول كانوا الناس اللي هم نشتغل عن فوهة جبل كامل اللي احنا هنشوف لها صوره دلوقتي، يعني في اقصى جنوب غرب مصر في كامل كريتر، دي بتنتسب الى السلطان حسين كامل. في المكان ده كان العلماء الايطاليين كانوا بيدرسوا صور الجوجل ايرث، وبداوا يقولوا ان المكان ده اللي احنا شايفين له صوره حاليا ده حصل فيه امباكت كريترنج، حصل فيه امباكت او كوليجن تم في المكان ده. طبعا في مجموعه من الادله، هم ما بيقولش الكلام ده، اولا وجود الكريتر، تاني شيء الشوك ميتامورفيزم نتيجه للتصادم بيحصل هاي بريشر هاي تمبريتشر ميتامورفيزم، وجود ميتيوريك بيسز موجوده في المكان. وبالمناسبه دي كان اساتذتنا الافاضل في جامعه القاهره وفي المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه كانوا راحوا في المكان ده وجابوا حوالي 800 كيلو من الميتيوريك بيسز الموجوده او القطع النيزكيه الموجوده، تم وضعها في المتحف الجيولوجي المصري وتم اعتبارها حرز من الاحراز، يعني لا يمكن لاي حد ياخد حته منها لان دي بتعتبر ثروه قوميه. فدي منطقه جبل كامل، هو الحقيقه ده واحد من الكريترز او الامباكت كريترز او الفوهات النيزكيه المؤكده على مستوى العالم، لان في بعدين جه العلماء الافاضل العالم الفاضل الاستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن حمدان الاستاذ في جامعه القاهره والعالم الفاضل الاستاذ الدكتور فكري حسن بداوا يكلمونا عن الكواترنال جيولوجي، وهنا الحقيقه هو برضو واحد من اروع الفصول اللي موجوده في الكتاب ده، بيوضح التطور اللي حصل. استعنا بعلماء افاضل من جامعه عين شمس متخصصين في الفوسيل فلورا، العالم الفاضل الاستاذ الدكتور وجيه السعداوي والعلماء الافاضل الزميله الدكتوره سمر نور الدين، الدكتوره زينب عبد المعطي او الدكتوره زينب والدكتوره منى درويش والدكتوره مروه كمال الدين، بداوا يكلمونا عن الفوسيل فلورا في الباليوزويك وفي الميزوزويك وفي السينوزويك. الحقيقه برضو ده واحد من اروع الفصول الموجوده في الكتاب. انا كده فاضل لي اربع عناوين بس اتكلم عليهم سريعا في خمس دقائق كده. بدانا نتكلم عن الثروات المعدنيه، قسمنا الثروات المعدنيه الى المينرال ريسورسز الموجوده الى ميتاليك اورز خامات فلزيه، وده شارك في كتابه الفصل ده ثمان علماء افاضل، كل واحد كان بيكتب في الجزئيه اللي بتخصه. يعني استاذنا العالم الفاضل الاستاذ الدكتور مرتضى مراد طه العارف الاستاذ في جامعه القاهره كان بيتكلم وهو الخبير في مجال الباندد ايرون فورميشن او الحديد الشرائطي او الحديد الطباقي، يكلمنا عن الحديد او عن الايرون اورز بصفه العموم سواء باندد ايرون فورميشن او ايرون ستونز. والدكتور ياسر ادانا فكره عن ازاي انه الباندد ايرون فورميشن او الحديد الطباقي ممكن يبقى جليشيوجينيك
ممكن ينتج عن حركة كتل جليدية. بدأ العالم الفاضل زميلنا الفاضل وصديقنا العزيز الأستاذ الدكتور باسم زهير الأستاذ في جامعة بنها يتكلم عن الجولد، هو متخصص في الجولد. زميلنا الفاضل العالم الفاضل الأستاذ الدكتور عادل سرور وهو المتخصص برضو في الخامات بدأ يكلمنا عن التيتانيوم ريتش ديبوزيتس، وبدأ برضو يتكلم عن السلفايد ديبوزيتس. العالم الفاضل الأستاذ الدكتور حسن حلمي الأستاذ في جامعة المنيا بدأ يتكلم عن برضو عن التمعدنات اللي موجودة. الدكتور عمرو عبد الناصر برضو واحد من العلماء الواعدين في جامعة بنها بدأ يتكلم عن الاندستريال ماتيريال اوكسايدز. العالم الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد حسن الأستاذ في جامعة حلوان وفي جامعة الملك عبد العزيز بدأ يتكلمنا عن الكروميتايتس أو الكرومايت ديبوزيتس، لأن الدكتوراه الدكتور أحمد عن الكرومايتس الموجودة في العمان أوفيولايتس. وبعدين الأستاذ المرحوم الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي إبراهيم رحمة الله عليه كان بدأ يتكلمنا عن الراديو إلمنتس أو عن اللي هي اللو جريد يورانيوم أوكيرنسز الموجودة في مصر. في الفصل اللي بعده زي ما تكلمنا عن الميتاليك أورز كان لابد ان احنا نتكلم عن النون ميتاليك أورز، وهنا العلماء الافاضل اساتذتنا الافاضل استاذ الدكتور احمد الكمار الاستاذ في جامعه القاهره، استاذ الدكتور عادل سرور الاستاذ في جامعه القاهره، استاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور محمد عبد الحميد الشرقاوي، العالم الفاضل زميلنا الفاضل الاستاذ الدكتور حسن خزيم الأستاذ في جامعة أسوان. هتلاحظوا برضو حضراتكم كل واحد كتب في جزئيته المتخصص فيها. الدكتور كمار اتكلم عن الفوسفيتس في مصر، والدكتور عادل سرور اتكلم عن الوايت سان، والأستاذ الدكتور محمد الشرقاوي اتكلم عن الأرجيليك ديبوزيتس، عن الكاولين والبنتونايت والأنواع المختلفة من الكلايز. وبعدين لاحظنا الدكتور حسن خزيم بدأ يتكلم عن الإيفابورايتس صخور المتبخرات الموجودة في مصر. الفصل رقم 16 كتبه واحد من الخبراء المعروفين على مستوى العالم جون دولسون، وكان بيتكلم عن البتروليوم جيولوجي في مصر من ناحية التاريخ ومن ناحية الاستكشافات. برضو بقول ده واحد من أروع الفصول اللي موجودة في الكتاب، لأن اتكلم عن الناحية الجيولوجية وعن ناحية الاستكشافات وعن المتوقع في المستقبل يتم ايه. بعدين بدأنا نتكلم في الفصل قبل الأخير عن بعض مصادر الطاقة الأخرى، كان التركيز هنا عن الأويل شيل أستاذ الدكتور أحمد الكمار، وعن الكول ديبوزيتس، ودي كان زميلنا الفاضل الدكتور نادر إدريس الأستاذ بجامعة حلوان، برضو كانت الدكتوراه هو متخصص في الكول. آخر فصل من الفصول بيتكلم عن المياه، عن الووتر ريسورسز في مصر، وده كان كتبوه مجموعة من العلماء الأفاضل الأستاذ الدكتور مصطفى الراوي أستاذ في كلية هندسة، والصديق العزيز الأستاذ الدكتور فتحي عبد الله الأستاذ في جامعة جنوب الوادي والأستاذ حاليا في جامعة الملك سعود، الصديق العزيز الأستاذ الدكتور محمد الألفي الأستاذ في جامعة المنصورة. هتلاحظوا هنا أن الفصل ده مقسم برضو لجزئين، للسيرفيس ووتر ريسورسز وللجراوند ووتر ريسورسز أو المياه الجوفية. المياه الجوفية زمان كان بيسموها أندر جراوند ووتر، حاليا أو سب سيرفيس ووتر، هي حاليا ما نقول عليها جراوند ووتر. وفي السيرفيس ووتر الزملاء الأفاضل اتكلموا عن النايل بيزنز اللي موجودة، عن المين انترناشونال اجريمنت اوف ذا ووتر بالنسبة لنهر النيل، ودي مهمة حاليا، عن بحيرة ناصر وعن السد العالي، عن النايل جراوند ووتر انتر اكشن والعلاقة اللي بينهم، عن الميجر ووتر يوزرز ان ايجيبت، عن الووتر كواليتي، وفي الجراوند ووتر ريسورسز كلمونا برضو عن مقدمة وعن المناخ او الكلايمت، وبعدين اتكلموا عن
اللي هي الأكوفرز الموجودة أو عن مصادر أو الخزانات الجوفية المختلفة. يمكن ده بيوضح حوض نهر النيل أو منابع نهر النيل، سواء المنابع الاستوائية في بحيرة نيانزا أو موانزا اللي احنا بنقول عليها حاليا بحيرة فيكتوريا، واللي في بحيرة في هضبة الحبشة، الأنهار الأساسية النيل الأزرق أو الأبيه والعطبرة والصوبات. أنا الحقيقة بشكر حضراتكم، أتأسف عن إن أنا طولت، لكن الحقيقة برضو يعني كتاب زي ده كل فصل الحقيقة من الفصول يحتاج إلى ورشة عمل. فأنا بشكر حضراتكم مرة تانية على الدعوة الكريمة وعلى حسن الاستماع. ألف شكر حضرتك دكتور زكريا، حضرتك نورنا جدا الليلة، ومعلش سامحني أنا ما دخلتش الحط بحضرتك، كان عندي مشكلة في الصوت يعني زبطتها ودخلت تاني. فحضرتك احنا الصوت يمكن مش واصلني كويس يا دكتورة ولا لو سيادتك تعلي الصوت شوية. يعني حضرتك مش عارفة كده سامعني ولا لأ؟ أنا كده سامع. كده سامع. أنا بس بشكر حضرتك بجد، يعني حضرتك على طول كنت معانا وأول حد شرفتنا في بداية افتتاح الشابتر، حتى احنا يعني ما كناش في ساعتها واخدين الكونفرميشن رسمي، عملنا اليوم العلمي الأول في جامعة مطروح، كنت حضرتك من الأوائل اللي شرفونا هناك في مطروح، والولاد يعني متعلقين جدا بحضرتك وشرفتنا برضو في الرحلات اللي طلعنا فيها مع حضرتك، احنا مش عارفين نشكرك ازاي بجد. أنا اللي بشكركم جدا، والحقيقة أنا برضو هنا لازم أكد أنا بأغبط جامعة مرسى مطروح بوجود المجموعة دي من الطلاب المتميزين، الطلاب اللي عندهم حرص الحقيقة كين انترست إن هم يشاركوا في مؤتمرات وفي ندوات ونظموا ندوات، فزي ما بقول دي تعتبر يعني حاجة كويسة جدا، وياريت بقية الجامعات وبقية الطلاب يعني ينتهجوا نفس النهج ده ويحاولوا يقلدوا طلاب جامعة مطروح. والله ده شرف شرف فينا يا دكتور زكريا، ألف شكر لحضرتك على الدعم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. لو في حد من الطلاب ليه أي تعليق. السلام عليكم. اتفضلوا اللي عنده أي أسئلة يفضل المايك معاك. طيب أنا أستاذنكم ممكن مداخلة صغيرة، أنا دكتور محمد شكري. عايزين نتعرف على اسم كل اللي يعمل. دكتور زكريا السلام عليكم، أنا دكتور محمد شكري أستاذ بقسم الجيوفيزياء جامعة عين شمس. يا مرحبا الله يكرمك يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. احنا شرفنا بحضرتك يعني في اولا طبعا بشكر الزملاء اللي نظموا ورشه زي كده، وبنشكر حضرتك على المجهود طبعا اللي حضرتك عملتوه في الكتاب بتاع جيولوجي اوف ايجيبت واميز ما فيه طبعا العمل دون، الى جانب يعني ما شاء الله حضرتك المجموعه الكبيره اللي هي حتى ده يعني بيدي دفع للطلبة ان فيه اساتذة افاضل وعلماء طبعا نشرف بيهم على مستوى جمهورية مصر العربية ان هم شاركوا في عمل كبير زي دون في يعني اخراج هذا الكتاب، ومتمنين طبعا لمزيد من الاعمال من زملاء ومن حضرتك ومن ناس اخرين طبعا، ونتمنى التوفيق للطلبة اللي يعني بيسمعونا دلوقتي. وانا سعيد جدا ان انا كنت معاكم النهارده في السيشن دي او يعني سمعت السيشن ده، شكرا جزيلا. انا الحقيقه بشكر حضرتك برضو على المشاركه، وبرضو باكد مره تانية انا ان كنت انا واحد مشارك في هذا العمل وبعتبره يعني بصمه الحقيقه في تاريخي الاكاديمي، الا ان انا شخصيا لا استطيع ان انا ادعي الا ان انا واحد من التيم اللي شاركوا في عمل هذا الكتاب. الكتاب زي ما بأكد مرة تانية مجهود مجموعة كبيرة جدا من العلماء، 58 عالم ومجموعة من الإديتورز المتميزين على مستوى العالم، أنا بشكرهم كلهم. وزي ما بقول الرسالة اللي ممكن عاوزينها توصل لشباب الباحثين وللطلاب إن احنا بالفعل لو بدأنا نشتغل بروح الفريق ممكن نعمل أعمال علمية متميزة لا تقل بحال من الأحوال عن الأعمال العلمية اللي بتنشر في كبريات دور النشر على مستوى العالم. فبشكر حضرتك مرة تانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك دكتور سمير من جامعة طنطا. أهلا دكتور سمير صديقي العزيز. ازيك يا دكتور، ازي سعادتك.
الحمد لله. سمير منورنا يا دكتور سمير، ازاي حضرتك؟ ازاي بترى ولاء، اخبار معليكي؟ والله وحشتنا، ازاي حضرتك عامل ايه؟ تمام والله، والله يعني انتوا امتعتونا، وطبعا يعني الدكتور زكريا غنى عن التعريف، ربنا يبارك. الحقيقه انا احنا سعداء بفتره اخيره انت حضرتك برضو يعني عملت مانجمنت لكذا كتاب عن طريق سبرينجر، بصراحه عاملين اضافه كبيره جدا عندنا في مصر بالنسبه لل، لو هنتكلم على اللي هو البيزمنت روكس والبريكامبري، وطبعا احياء كلمه جيولوجي في ايجيبت في حد ذاتها في الفتره الاخيره بصراحه كان يعني للمهتمين بالجيولوجيا بصراحه نقله كبيره. فانا يعني عايز اشكر حضرتك بشكل شخصي الامانه لسلسله الكتب اللي ورا بعضها، لان ده يعني حضرتك بتقدر في عمليه المانجمنت ديت تجميع كويسه جدا من العلماء المصريين وحتى اللي هم مهتمين بالبيزمنت في بره مصر بيقدروا يخشهم. فاعتقد ان الحاجات دي هتسجل لسعادتك، ان احنا بقى عندنا فتره اخيره كذا كتاب في الاتجاه ده، ومجموعه علماء كتيره جدا بتكتب في الجزئيه دي. فانا بشكر حضرتك على المجهود الكبير ده جدا يا دكتور زكريا الصراحه. يعني ربنا يبارك في حضرتك الدكتور سمير. والحقيقه الدكتور سمير واحد من كبار العلماء اللي كان حاليا ليهم دور رئيسي جدا، انسان متعاون جدا الحقيقه. يعني برضو في جزئيه لابد ان انا اقولها، الدكتور سمير بنطلب منه مساعده الكثير من الشباب الباحثين سواء معيدين او مدرسين مساعدين او باحثين، والرجل ما بيكونش حتى على الاشراف وبكل يعني على الرحب والسعه بيتعاون تعاون كبير جدا الحقيقه، ويمكن بيبقى انفولفد في الشغل اكثر من لو كان مشرف الحقيقه. برضو الدكتور سمير حتى في التعاون العلمي معاه انسان مريح، لان الرجل بيؤدي دوره بكل امانه وبكل يعني حرفيه، فبالتالي اي عمل مع الدكتور سمير بيطلع عمل متميز. فاحنا انا عايز استغل الحته دي واقول ان احنا ممكن نعمل فرق بحثيه سواء لنشر بحوث علميه او لنشر كتب علميه بالشكل ده لو تعاوننا تعاون صادق. الكل لو كلنا تعاوننا وكل واحد بيؤدي دوره ممكن نعمل حاجات كويسه جدا وتبقى بصمه سواء في الوضع الجيولوجي على مستوى مصر او على مستوى الوطن العربي او على مستوى العالم. والحقيقه لازم اكد برضو ان هناك مجموعه كبيره جدا من العلماء العرب في دول متعدده، دول المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس ودول الخليج، المملكه العربيه السعوديه، اليمن، الاردن، كل الزملاء مستعدين للتعاون. والحقيقه التعاون العلمي ده ممكن يؤدي الى اعمال علميه متميزه. نسمع حد تاني من الزملاء اللي عندهم مداخلات. يبدو ان الطلاب ما عندهمش مداخلات يا دكتوره ولا اي حد من الطلبه يا شباب اللي عايز يكلم دكتور زكريا يسالوا على حاجه يفضل. دكتور ايوه دكتور مع حضرتك عبد الرحمن تانيه علوم طنطا. عبد الرحمن ايوه يا مرحبا عبد الرحمن الله يكرمك. طيب برحب بحضرتك يا دكتور، وشرف جدا لينا ان احنا نحضر يعني السيشن ده، واحنا سعداء بمشاركتك. وطبعا برحب بالدكتور يعني سمير رمح ودكتوره ولاء يعني والشابتر كامل انهم يعني مجتهدين في يعني الموضوع ده، كان يعني افادنا قبل كده برضو في كام سيشن فات يعني فتره الحظر برضو. ربنا يبارك فيك يا رب. وان شاء الله يعني وبرضه يعني كان سمعت برضه عن الكتاب وكنت منزل نسخه منه عندي، فيعني حبيت برضه نحضر عشان نبقى يعني ملم اكتر بالاجزاء اللي فيه. هو الفكره برضه بالمناسبه كان الكتاب في البدايه كان ممنوع تداوله الا بفلوس. سمعت. بعدين الحقيقه برضه انا هنا بتوجه بالشكر للسبرينجرز تيم والدكتور نبيل الخليفي على ان اتاحوا لنا الفرصه على بنك المعرفه المصري، واصبح الكتاب فري بالنسبه لكل اللي بيشتغلوا في الوطن العربي او في الشرق الاوسط. فالحقيقه دلوقتي تداول الكتاب من الناحيه القانونيه هو ليجل تماما، لان بصراحه لو كان تداول الكتاب
ما هواش ليجل. انا شخصيا كان لابد ان انا التزم ويبقى في عندنا يعني من ناحيه الجيو ايثكس او الايثيكال ايشوز اللي عندنا لازم نلتزم. اذا كان الشيء ممنوع تداوله الا بفلوس ما كناش هنقدر يعني نتخطى الحاجات دي. يعني دي واحده من البديهيات في البحث العلمي. انا بشكرك يا عبد الرحمن، ولو كان ليك اي سؤال علمي. هو السؤال عن الكتاب نفسه، هو كنت عايز نبدا قرايه فيه، فعايز نعرف هل يعني ابدا بجزء معين او بترتيب معين ولا ابدا على طول من الاول؟ هو الكتاب الحقيقه على مستوى طالب في سنه تانية عبد الرحمن محتاج يبقى معاك حد برضو انت تقرا. طبعا هتقرا بتسلسل الفصول لان الفصول ماشيه سيكوينشال ورا بعضها البعض. تمام. وتبدا لو في بعض الحتت هتبقى بكل تاكيد في حاجات هتبقى محتاجه شرح، فممكن تسال العلماء الافاضل زي الاستاذ الدكتور سمير قمحه او غيره. اكيد طبعا. تسال اي زميل يعني او تسالني انا ممكن اجاوبك عن بعض الحاجات. الواحد مننا بيقرا الشيء وممكن يفهم بنسبه مثلا 5% في الاول، ممكن مع مرور الوقت يفهم بنسبه 20% 50% وهكذا. يعني مش عيب ان انا ما اكونش فاهم الشيء كاملا واقول لا خلاص انا مش فاهم. لا فاهم قصدك، ما فاهم قصدك حضرتك دكتور. انا برضه عامل حساب على كده. ابدا بتسلسل الفصول الاول. تمام. وحاول تعمل ايه هايلايتنج على مين، على الحتت اللي انت ايه طلعت من بيها من الفصل ده، وممكن تناقشها مع حد من العلماء الافاضل زي الاستاذ الدكتور سمير او الدكتوره ولاء او غيره. تمام ماشي. شكرا يا عبد الرحمن. شكرا. بنشكر حضرتك يا دكتور جدا على السيشن، يعني كان مهم جدا فعلا ومعلومات قيمه. يعني شكرا لحضرتك نورتنا يعني لتاني مره، ده شرف لينا لجامعه مطروح والاي بي جي مطروح يعني فعلا. انا الحقيقه انجي بشكركم، لان الحقيقه انجي والفريق اللي كان برضو بيحاول عشان موضوع الفيديو كونفرنس وكده، اللجنه اللي هي الاورجانيزم كوميتي بتاعت الندوه، انجي وزميلاتها وزملائها انا بتوجه ليهم بخالص الشكر الحقيقه على المجهود اللي عملوه مع الاستاذه الدكتوره ولاء ومع العلماء الافاضل في جامعه مطروح لتنظيم هذه الندوه اللي هي تعتبر برضو من الندوات المهمه في زمن فيروس كورونا، اللي بنسال ربنا سبحانه وتعالى ان الفتره دي تنتهي في مصر وفي الدول العربية وفي كل العالم إن شاء الله. فأنا بشكركم كلكم. شكرا شكرا لكم حضرتك يا دكتور سامي. ربنا يبارك فيك. كانت محاضرة مثمرة جدا وكلها معلومات قيمة جدا والله. شكرا جهاد. أيوة مع حضرتك جهاد. برضو جهاد من الطلبه او الطالبات اللي بذلوا في اعداد الندوه، فانا برضو بتوجه لك لزملائك وزميلاتك بخالص الشكر والتقدير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا محمد اكرم، اولى جيولوجيا بترول جامعه اسكندريه. انا حابب اشكر حضرتك يا دكتور على السيشن العظيمه دي، وحابب اشكر دكتوره اماني راشد لان انا عرفت الايفنت ده عن طريقها، وحابب اشكر كل القائمين على الاي بي جي لان هم وفروا لنا سيشن زي دي. شكرا لك. ربنا يبارك فيك يا رب، وتحياتي لكل الاساتذه الافاضل العلماء الافاضل في جامعه اسكندريه. الحقيقه جامعه اسكندريه برضو من الجامعات المتميزه. انت تعرف اسم جامعه اسكندريه القديم كان اسمها جامعه ايه؟ لا والله يا دكتور ما عنديش فكره. بص كده، كان في عندنا الجامعه الاولى طبعا جامعه الازهر، وبعدين في عندنا جامعة القاهرة كان اسمها جامعة فؤاد الأول، وبعدين أنشئت بعدها على طول جامعة فاروق الأول اللي هي جامعة اسكندرية، وبعدين جامعة إبراهيم باشا الكبير اللي هي جامعة عين شمس، وبعدين جامعة أسيوط. دول أكبر جامعات اتعملوا في الأول في مصر. فجامعة اسكندرية من الجامعات اللي ليها تاريخ كبير جدا في مجال الجيولوجيا. الحقيقة في مجموعة متميزة من العلماء اللي موجودين الحقيقة اللي ليهم بصمات كبيرة جدا في مجالات الجيولوجيا. فأنا بشكرك على مشاركتك وعلى المشاركة الفاعلة في الندوة. لو حد ليه أسئلة تاني دكتورة ولاء؟
جماعة لي أي أسئلة للدكتور زكريا يتفضل، يعني فرصة الدكتور قاعد معانا الليلة. والله يا دكتور أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي بجد، يعني على وقت حضرتك. لا ربنا يبارك فيكم يا رب، أنا اللي سعيد والله بمشاركتي معاهم. حضرة القيمة دي. وإن شاء الله بنوعدهم برضو إيه تنتهي فترة الفيروس. إن شاء الله اللقاء إن شاء الله في جامعة مطروح. بإذن الله يا دكتور. شرفنا يا دكتور. إن شاء الله ونقابلهم تاني برضو في مؤتمرات. يعني احنا كنا بنفكر وكنا طبعا قبل في شهر كان مارس كنا هنعمل الورشة الثالثة لتدريب شباب الباحثين، وكانت دي هتتم فيها دكتور دي كانت هتتم على طريق الطريق الجديد اللي هو على طريق القاهرة الجلالة القاهرة الجلالة. ورحنا بالفعل حددنا الأماكن اللي احنا هنقف عليها. كان برضو احنا ليه بنروح عشان نحدد الأماكن عشان ناحية السيفتي، عشان اشوف انا لو معايا 100 او 150 واحد من الباحثين ومن الطلاب هل المكان ده يعتبر مكان آمن لوقوف اوتوبيسات ولا كده. فروحنا حددنا أماكن ويبقى برضو المكان فيه ظواهر جيولوجية وكده، فحددنا الأماكن. ولكن الحقيقة احنا بنأخر ورشة العمل دي، وإن شاء الله بمجرد انتهاء فترة الحظر وفترة فيروس كورونا هنبدأ ننظم الورشة. بنرحب بطلاب الجامعات المختلفة وطلاب جامعة مطروح. احنا قدمنا على فكرة يا دكتور زكريا في الورشة دي مع دكتور وائل حجاج لو تفتكر. عدنا له الأسماء كاملة وصلت بالفعل وسجلنا بتاعت الطلبة وقال لنا صبروا شوية عشان نشوف الإقامة وكده. سجلنا الأسماء الحقيقة. وكان برضو أنا هنا بتوجه بالشكر برضو للزملاء الأفاضل الأستاذ الدكتور علي محمد علي الأستاذ في جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور وائل حجاج الأستاذ في جامعة بنها، والأستاذ الدكتور عماد سلام الأستاذ في جامعة بنها، والأستاذ الدكتور أحمد حنيش الأستاذ في جامعة الزقازيق، لأن كانوا معانا في اختيار الأماكن والتعرف على الأماكن دي الحقيقة. طبعا زي ما عملنا في ورشة العمل الأولى والثانية هيبقى في عدد كبير جدا من العلماء اللي أبدوا استعداد للمشاركة. هنا لازم أقول إن في ورشة العمل الأولى والثانية كان في عندنا أكثر من 20 أستاذ برضو كانوا مشاركين بجهدهم وبتفكيرهم لتعليم شباب الباحثين. برضو ورش العمل دي بتدل على إن احنا ممكن نشتغل بروح الفريق. والله دكتور انا برضو يعني عايز اشكر حضرتك على موضوع الورش ده، لانه فعلا من الحاجات الكويسه جدا اللي عملت تداخل ما بين التخصصات وكمان جمعت ناس مع مستوى مصر. والواحد يعني من محاسنة ان انا قابلت الدكتوره ولاء، يعني ربنا يكرمها، و يعني بصراحه كانت من الحاجات الكويسه جدا الواحد حضرها. يعني ان احنا بنعرف ناس جديده بنتعلم حاجه بتمارس دور انك تبقى طالب واستاذ في نفس الوقت. فربنا برضو يكرم حضرتك في الموضوع بتاع الورش ده، موضوع ممتاز جدا. بالمناسبه دكتور سمير، دكتور سمير هنا عشان لابد ان الفضل يرجع لاهله، انا هنا لابد اتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعه جنوب الوادي، اقدم رئيس جامعه ورئيس جامعه جنوب الوادي السابق، الاستاذ الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعه سوهاج، الاستاذ الدكتور احمد غلاب رئيس جامعه اسوان، والأستاذ الدكتور القاضي سيد القاضي رئيس جامعة بنها، لأن الحقيقة هم اللي وفروا لنا الإمكانات والأوتوبيسات بجانب هيئة الزملاء الأفاضل في هيئة المواد النووية في هيئة المساحة الجيولوجية. يعني كل الأوتوبيسات وكل اللي هي العربيات الجيب وكده، وطبعا الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد الداي الزملاء الأفاضل في طنطا الأستاذ الأفاضل في جامعة أسيوط كلهم، الأستاذ الدكتور عسران في جامعة سوهاج الرجل كان له دور رئيسي، الأستاذ الدكتور حسن حلمي. أنا الحقيقة هنا برضو خايف لأذكر أسماء فأنسى البعض، أنا بتوجه لحضراتهم بالشكر كلهم، سواء اللي حاول يوفر لنا الترانسبورتيشن جير أو وسائل النقل أو الإقامة أو المشاركة بالجهد. ده بيدل على ان احنا ممكن خلال ورش العمل ده نعمل ابجريدنج لمستوانا. زي ما حضرتك قلت انا ببقى طالب في مكان وببقى محاضر في مكان اخر.
انا شخصيا اتعلمت من الزملاء الموجودين حاجات كتيره جدا ما كنتش اعرفها. احنا بنشكر حضرتك مره ثانيه وبنشكر الدكتوره ولاء وكل شباب الشابتر على يعني الحدث ده وامتعونا بالمحاضره ديت وقت واحنا قاعدين في البيت، لكن ان شاء الله نشوف حضرتك يعني وجه لوجه قريب باذن الله بعد ما الامور تتعدي. وبرضه انا مش عايز اوصي حضرتك على طنطا بقى يعني مره جينا كده ولا حاجه للشباب عندنا برضه يستمتعهم وياخدوا فكره عن الكتاب، وباذن الله نرتب مع سعادتك حاجه قريب يعني باذن الله. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. الله يخلي سعادتك. الله يخلي سعادتك. شايف ايهاب الجمل عاوز يتكلم باين؟ ايهاب بعد اذن حضرتك يا دكتور. اتفضل يا ايهاب. هل الكتاب يعني في مؤسسه معينه ممكن توفره بسعر كويس للطلبه، او لو حضرتك تتكرم يعني حتى لو بعد فتره ناخد الكتاب بي دي اف او كده، ولا مش متاح حاليا؟ هو من ناحيه لو انت عاوزه بي دي اف في الايميل بتاعي موجود مع الزميلات اللي هي انجي والمجموعه، ابعت لي بس ايميل فاضي كده واكتب لي جيولوجي في ايجيبت وانا هبعته لاي واحد طالبه، لان بقول ده ليجل حاليا يعني اقدر من الناحيه القانونيه ان انا ايه ابعته. وبنشكر برضو زي ما بقول اللي هو سبرينجرز تيم والدكتور نبيل خليفي على هذا العمل. يعني لو كتبت لي ايميل زميلات معاهم الايميل انا ابعت لك الكتاب في سوفت كوبي. تمام يا دكتور، شكرا لتعب حضرتك معانا، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللجان ان شاء الله ونقدر نقدم حاجه يعني ونستفاد باذن الله. باذن